ما زلنا مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية المستمرة من شاشة القناة الأولى، ونذكر أنه منتدى شباب العالم قد أدان الأحداث في قطاع غزة معربا عن مدى الحزن لفقدان الآلاف من الأرواح البريئة جراء القصف العدواني للمنطقة. دخول المساعدات لغزة داعيا الجميع بتوجيه الأنظار على الاعتداء الأخير على مستشفى المعمداني. وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، شارك شباب المنتدى بالاعتصام عند معبر رفح حتى دخول المساعدات لقطاع غزة. تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، شارك منتدى شباب العالم بالاعتصام الذي تم الإعلان عنه عند معبر رفح البري حتى دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأعربوا عن إدانتهم لما يحدث في قطاع غزة من حصار وقصف للمواطنين المدنيين مؤخرا، معربين عن كامل حزنهم على فقدان آلاف الأرواح البريئة جراء القصف العدواني للمنطقة، وداعين كل المسؤولين أو كل من له شأن بأن يسرع عملية دخول المساعدات وتسهيل وصولها للنازحين. احنا بقالنا عدة أيام منتظرين على مدخل رفح، عايزين نوصل المساعدات الإنسانية دي لأهلنا في غزة. طبعا أهلنا في غزة بيعانوا من حالة صعبة جدا، القصف المستمر أدى إلى انقطاع الكهرباء، المية، الأكل، المعونات اللي ليها علاقة بالأسيستنس، الميديكال أسيستنس أو المعونات الطبية ممنوعة عنهم. طبعا كمان القصف للمستشفى اللي لسه حاصل، كل ده بيؤدي إلى تضخم الأزمة وحجم الأزمة الإنسانية كبير جدا في غزة. الاعتصام شهد صلاة الغائب على روح الشهداء الفلسطينيين، وأعلن منتدى شباب العالم عن دعمه لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه في اتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول، وهو الحق في الحياة. كل العالم دلوقتي بينادي بيها هو وقف إطلاق النار، وده شيء ضروري علشان يبقى فيه معبر آمن لوصول المساعدات لأهلنا في غزة. سيادة الرئيس وفخامة سيادة الرئيس بيطالب إن المجتمع الدولي يمكن ينظر لغزة وأهلها من نظرة إنسانية بحتة، إن إحنا دلوقتي لازم نحترم القواعد الأساسية لحقوق الإنسان. يمكن حقهم الأساسي هو الحق في الحياة، وحقهم الأساسي إن المساعدات دي لازم توصل لهم. فبالتالي احنا كلنا شغالين على قدم وساق ان احنا نوصل الحاجات دي، ونبقى في غيرها وغيرها ان شاء الله جاهز، وبس يعني تبقى في الاشاره، يبقى في ضوء الاخضر ان احنا نبدا ندخل الحاجات دي، وان شاء الله غيرها هيتوافد على المعبر. جنبا الى جنب يقف منتدى شباب العالم مع شقائنا في قطاع غزه، ويدعو كل الدول ان تعمل جنبا الى جنب لايجاد حل سلمي لتحقيق الراحه لاشقائنا بالقطاع.